السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضج ولج في وسائل التواصل بسبب التصريح الشيخ عثمان الخميس بخصوص أن جابر بن حيان شخصية وهمية. أولا، هذا التصريح قديم، قبل 4 سنوات، لم يقله الشيخ الآن، لكن الآن خرج بيّن لماذا هو يقول أنها شخصية وهمية. فما أدري لماذا هم قاموا بهاي ضجة واللجة حول هذه الشخصية. ثم كان ماذا؟ يعني لو كانت شخصية وهمية أو غير وهمية، يعني ماذا نستفيد وماذا نخسر؟ يعني الآن ما الجدوى أو ما النتيجة أو ما الفائدة لو كانت شخصية وهمية أو غير وهمية؟ ويخرج علينا بعض الفلاسفة يقول أنت تهدم عمل عشرات المؤلفات إن لم يكن مئات وآلاف الصفحات من العلوم، الكيمياء والرياضيات والجبر. لو دققنا في حقيقة جابر بن حيان نصل إلى نتيجة أنها شخصية وهمية. كيف؟ لأن جابر بن حيان كان في 107 هجري، ما أحد ذكر شيء عنه، مع العلم في هذا الوقت كان وقت أوج كتب السيرة والرجال، لابد كانوا يذكروا هذه الشخصية، ما أحد ذكره. من ذكره؟ ذكره ابن النديم في 385. الأمر الآخر، هذا الكم الهائل من العلوم، علوم الكيمياء والرياضيات اللي كان لدى جابر بن حيان ما كانت موجودة أصلا في هذا الوقت. يعني في 107 هذه العلوم ما كانت دخلت عند العرب والمسلمين. راح يقول لي واحد هو من أوجده، غير صحيح، لأن الذين يذكرون عنه يقولون أخذه عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. طيب، جعفر الصادق ما عنده أي كتاب يتكلم عن هذه المعلومات. هم يقولوا، الشيعة يقولوا شيخه وأستاذه جعفر الصادق، مع العلم هم لم يثبتوا كتاب واحد لجعفر الصادق يتكلم عن الكيمياء أو الرياضيات أو الجبر بالعقل والمنطق. هناك شخصيات كثيرة جدا وهمية، الناس ما تميز بين وجود الشخصية ووجود المادة، هناك شيئان مختلفان. أنت اثبت العرش ثم انقش كما يقال في المثل. إذا أنت ما استطعت أن تثبت هذه الشخصية، وما يستطيع أن يثبتوا، الفلاسفة يقولوا هو تابع لنا، الشيعة يقولوا هو تابع لنا، حتى الصوفية لأنه يقول بوحدة الوجود على كلامه عند كتب يتكلم فيه عن وحدة الوجود والحلول، يقولوا تابع لنا، النحاسين يقول هو تابع لنا. طيب، ثم نسب هذا الشخص غير معروف، منهم من يقول هو عربي أزدي، بعضهم يقول لا هو أعجمي من الموالي، ابن خلدون يقول ما نعرف ما نسبه، ابن تيمية عندما يذكر يقول المشهور عند الكيميائيين، يعني ما مشهور عند طرف آخر، كيميائيين هم الذين أوجدوا وأشهروا. ثم هناك شخصيات كثيرة وهمية مثل الجحا، جحا كثير ناس يذكرونها كأنها شخصية حقيقية موجودة، حتى شكسبير ترى في ناس كثير يقولوا أنه شخصية وهمية، حتى عنتر ابن شداد رغم ما ذكر عنه من بطولات وهو شخصية وهمية، بعضهم يقول حتى امرؤ القيس شخصية وهمية. نعم، في آثار، في أشعار، في كذا، لكن هل هو صاحب هذه الآثار والأشعار؟ اثبت للعرش ثم انقش. فلا بد من التمييز بين هوية الشخص وأعمال الشخص. ثم عثمان الخميس ليس الوحيد الذي يقول أن شخصية جابر بن حيان شخصية وهمية، بل جمع من المحققين يقولون أن شخصية جابر بن حيان شخصية وهمية، حتى ابن نبات والصفدي، يعني ما ذكروا شخصيته وتعريفه وسيرته بصورة واضحة وصريحة صحيحة مثل باقي الشخصيات. وعليه عندنا مجموعة أدلة قوية جدا يثبت أن شخصية جابر بن حيان شخصية وهمية. فلما هذه الضجة واللجة؟ وأرجع وأقول ثم كان ماذا؟ يعني لو كان شخصية وهمية، الكتب موجودة، استفادوا من الكتب، لمن كان، لأي شخص كان. عندما نقول شخصية وهمية شيء، والكتب والعلوم الموجودة في هذه الكتب شيء آخر. فالناس أدخلوا الموضوعين ببعض، تصوروا أنه لو قلنا أن جابر بن حيان شخصية وهمية إذن هذه العلوم كلها علوم باطلة، ما في تلازم. بسبب هذا الشيء خرجوا عملوا ضجة ولجة. نرجع ونقول جابر بن حيان شخصية وهمية.